إذا خذ أولا كبيرة، يمكنك تحريك الضرس إلى الأعلى، وذلك لكي ترى. إذا مفهوم الطاقة الكهربائية بالفرنسية نوسيون دينيرجي إلكتريك، تجربة. نعم، هذه التجربة، ما هي الأدوات المستعملة؟ إذا الأدوات المستعملة، وهي أولا نلاحظ عدة قيم مكتوبة: 220 فولت 75 وات، 220 فولت 40 وات، 220 فولت 75 وات. هذه مصابيح. إذا كم من مصباح لدينا؟ ثلاثة. لا نستعمل المصابيح معا أو كل المصابيح في نفس الوقت، وإنما نستعمل المصباح الأول ثم نقوم بالقياس، نستعمل المصباح الثاني ثم نعيد القياس، نستعمل المصباح الثالث ثم نعيد هذا القياس. مزيان. لدينا ماذا أيضا في الدار الكهربائية؟ عداد كهربائي. ما هو دور العداد الكهربائي في المنزل؟ لدينا عداد كونتور لعد الباب، في ماذا نستعمله؟ إذا يحسب لنا الطاقة الكهربائية المستهلكة في المنزل. جيد. ما هو العنصر الآخر الموجود في الدار الكهربائية؟ على اليسار 220 فولت تبين لنا منبع التيار أو مأخذ التيار أو قيمة التوتر التي يعطيها مأخذ التيار الكهربائي، هي 220 فولت. جميل. نتوجه الآن إلى الجدول، حيث قمنا بقياس كل هذه القيم باستعمال هذه الأجهزة التي تمكن من القياس. جميل. نعم، في السطر الأول من الجدول القدرة الإسمية بي اون فونكسيون بدلالة الوات، المدة الزمنية بالساعة، الجداء جداء ماذا؟ المدة الزمنية التي وجدت تقوم بضربها في الطاقة أو في القدرة الكهربائية، وستحصل على قيمة معينة تسجلها في الجدول. ثم إشارة عداد الطاقة، إذا عداد الطاقة يقيس لنا مباشرة كم هي الطاقة المستهلكة. جميل. نبدأ بالمصباح الأول، القدرة الإسمية المسجلة على المصباح الأول كم؟ 25. مزيان. تم تشغيله مدة معينة، كم هي هذه المدة؟ 0.08 ساعة، يعني ما كاملاش ساعة. خاصة 0.08 نضربها في 60، الخارج سيكون بالدقيقة، نضربها في 60 مرة أخرى، الخارج سيكون بالثانية. إذا الآن لدينا 0.08 ساعة. نعم، إذا قمنا بضرب المدة الزمنية في القدرة الكهربائية سنحصل على 2. إذا 2 فهو جداء بي في تي، وهي تمثل ماذا أيضا؟ هي الإشارة التي يشير إليها العداد الكهربائي، والتي بالضبط هي الطاقة الكهربائية. إذا هذه التجربة ستمكننا من إعطاء تعبير للطاقة الكهربائية. من بعد سنحتاج هذا التعبير للاستعمال في الحساب. المصباح الثاني فيه 40 وات مكتوبة عليه، تم تشغيله لمدة 0.05 ساعة. نحسب 0.05 في 40 سنجد 2. ثم العداد كم سجل لنا؟ 2. ماذا نلاحظ الآن؟ نلاحظ بأن الجداء الذي نحسب يساوي فعلا الطاقة المستهلكة. إذا هذه التجربة مكنتنا من ماذا؟ مكنتنا من استنتاج إشارة أو استنتاج العبارة الريادية التي تمكننا من حساب الطاقة الكهربائية. نعم، إذا نستنتج أن إشارة عداد الطاقة الكهربائية تساوي تقريبا الجداء بي في تي. انتبهوا، إذا كان هناك خطأ في الكتابة فذلك راجع إلى هذه التقنية أو المتصفح الانترنت اكسبلورر أو إلى غير ذلك، ولكن ما نقصده هو بي في تي. خلاصة، الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي تساوي جداء قدرته بي المستهلكة ومدة تشغيله تي. إذا هذه يجب أن تحفظ، هذا التعبير خصنا نحفظه. الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي تساوي جداء قدرته بي المستهلكة ومدة تشغيله تي. مزيان. وبالتالي نعبر عن الطاقة الكهربائية بالعلاقة. هذه العلاقة المكتوبة على هذا الشكل ليست هي التي نطمح إليها، بل E تساوي P في T. E تساوي
بي في تي. الوحدة العالمية للطاقة الكهربائية هي الجول، ورمزها جي، حيث يعبر عن القدرة بي بالوات، والمدة الزمنية تي باش كنعبر عليها بالثانية اس. ومن مضاعفات الجول هناك الكيلو جول، الكيلو جول بحال الكيلو متر، إذا علاقة المتر مع الكيلومتر هي 1000، وعلاقة الجول مع الكيلو جول هي 1000. إذا 1 كيلو جول يساوي 1000 جول، 1 كيلومتر يساوي 1000 متر، 1 كيلو لتر يساوي 1000 لتر، إلى غير ذلك. ونستعمل أيضا الوات ساعة، الوات ساعة ورمزها دبليو اتش، حيث يعبر عن القدرة بي بالوات، والمدة الزمنية تي بالساعة اش. ومن مضاعفات الوات ساعة كذلك هناك الكيلو وات. إذا كم يساوي 1 كيلو وات؟ بالوات كيساوي 1000 وات، 1 كيلو متر كيساوي 1000 متر، 1 كيلو جول كيساوي 1000 جول. إذا 1 كيلو وات يساوي 1000 وات. إذا العلاقة الموجودة بالأصفر، وهي العلاقة الجميلة المكتوبة بشكل واضح، حساب الطاقة الكهربائية لدينا صيغتين أو نفس الصيغة ولكن يختلفان في الأدوات الوحدات المستعملة. E تساوي P في T إذا كانت T بالثانية، المدة الزمنية بالثانية، والطاقة بالوات، فإن E سنحصل عليها بالجول. أما إذا كانت تي بالساعة أش وكانت بي بالوات، إذا أ بالوات ساعة. ملحوظة، يمكن تحويل طاقة ساعة، يمكن تحويل الوات ساعة عفوا إلى الجول أو العكس. إذا كيف نحول الوات ساعة إلى الجول؟ انتبه انتبه جيدا، انظر لهذا هذه الطريقة. أول شيء، إذا كانت لدينا 1 وات ساعة، 1 وات ساعة، إذا تساوي 1 وات في 1 ساعة تساوي 1 وات، والساعة نحولها إلى الثانية هي 60 في 60، اللي هي 3600 ثانية. جميل. إذا عندما تلتقي الوات مع الثانية نحصل على الجول. إذا 1 وات ساعة يساوي 3600 جول. هذه خصك تحفظها وتعقل عليها من الآن فصاعدا. تمرين تطبيقي. نسي أستاذ العلوم الفيزيائية حبابة المختبر مضيئة، يعني مصباح نساه مضيء، طيلة ليل لمدة 9 ساعات. إذا 9 ديال السوايع واحد المصباح هو شاعل، علما أن قاعرة الحبابة تحمل الإشارة التالية. يعني ما مكتوب على هذا المصباح، مكتوب عليه 230 فولت 75 واط دبليو اش. إذا أحسب الطاقة المستهلكة من طرف الحبابة بالوات ساعة ثم بالكيلو وات ساعة. إذا حساب الطاقة، إذا أي علاقة من العلاقات الموجودة بالأصفر في أعلى هذا السؤال سنستعمل؟ إذا سنستعمل E تساوي بي في تي. جميل. نعم، تي كم تساوي؟ تساوي 9 ساعات. إذا غنديرو 9 أش ثم بي ماذا كم تساوي؟ بي تساوي هي القدرة الكهربائية المسجلة على هذا الجهاز، وهي 75 واط. جميل. إذا الحساب سهل، غنديرو أو تساوي بي في تي، بي كتساوي 75 و تي كتساوي 9 ساعة. إذا نضرب ثم نحصل على الجواب بالوات ساعة. الآن نحول الوات ساعة إلى الجول. كم يساوي 1 وات ساعة؟ إذا دبل في أش وات ساعة كيساوي 3600 جول. إذا سنضرب هذا العدد الذي وجدناه في 3600 جول وسنحصل على الخارج بالجول. سننتقل الآن إلى ثانية كبيرة، الطاقة المستهلكة في تركيب منزل. الآن نحن في المنزل، ما هو الجهاز الذي يقيس لنا الطاقة الكهربائية؟ إذا الجهاز الذي نستعمله لقياس الطاقة الكهربائية أو موزع الطاقة الكهربائية الذي يبيع لنا الكهرباء ويبيع لنا الطاقة الكهربائية، كنسميه هذا العداد، كنسميه العداد الكهربائي كونتور إلكتريك. يستعمل عداد الطاقة الكهربائية لحساب الطاقة المستهلكة في التركيب المنزلي، حيث عند تشغيل الأجهزة فإن قرص العداد، إذا مني كنشوفوا ذاك العداد عنده واحد القرص كيدور مزيان ويقابل كل دورة واحدة، دورة واحدة كل دورة، مني كيكمل القرص دورة يقابلها استهلاك لطاقة معينة. إذا الطاقة المستهلكة عند دوران قرص العداد دورة واحدة تسمى ثابتة العداد كونستانت دي كونتور، تكون مسجلة عليه ويرمز لها بسي.
وبالتالي يمكن حساب الطاقة المستهلكة في تركيب منزلي عند معرفة عدد دورات القرص N وثابتة العداد C. إذا إلى دار قرص العداد 2 دورات، وحنا عندنا الجهاز مكتوب عليه C يعني ثابتة العداد، قيمة معينة التي تبين بأن في كل دورة العداد، في كل دورة قرص العداد، فاستهلاك الطاقة هو القيمة التي نجد في ثابتة العداد. إذا في هذه الحالة هناك علاقة. إذا ما هي العلاقة؟ هي أن E الطاقة الكهربائية تساوي عدد دورات قرص العداد في السي. إذا هذه العلاقة تمكننا من حساب الطاقة الكهربائية باستعمال عدد دورات قرص العداد وثابتة العداد. وبطبيعة الحال من خلال هذه العلاقة يمكن أن نحسب E كتساوي N في السي، كما أن يمكن أن نحسب السي كتساوي E على N، كما يمكن حساب N كتساوي E على السي. إذا من خلال هذه العلاقة هناك عدة أسئلة وعدة طرق للحساب. جميل، ملحوظة، الطاقة الكهربائية الإجمالية المستهلكة في تركيب منزلي تساوي مجموع الطاقات المستهلكة من طرف كل جهاز مكون في التركيب أو الموجود في التركيب المنزلي. مزيان. إذا كما تلاحظ التمرين التطبيقي، سنمر إلى هذا التمرين التطبيقي الذي سنقوم بتصحيحه معا. إذا ربط مكواة مسجل عليها 220 فولت 400 واط، مزيان، بمنبع توتره 220 فولت لمدة 15 دقيقة من الاشتغال الفعلي، فينجز قرص العداد 50 دورة كاملة، حيث ثابتة العداد هي السي كتساوي 2 واط ساعة بار تور، في كل دورة يتم استهلاك 2 واط ساعة. السؤال، احسب الطاقة المستهلكة من طرف المكواة بالجول ثم بالواط ساعة واستنتج قدرتها الفعلية، قارن هذه القدرة الفعلية بالقدرة المسجلة على المكواة، ماذا تستنتج؟ إذا أول سؤال، أحسب الطاقة المستهلكة، شنو غدير؟ غترجع العلاقة، أي علاقة؟ طبيعة الحال سنمر إلى العلاقة، هذه العلاقة الموجودة فوق الملحوظة. E تساوي N في السي، كم عدد الدورات؟ 50. كم قيمة السي؟ 2 واط ساعة. إذا E تساوي N في السي، إذا نحن حسبناها. إذا واستنتج قدرتها الفعلية. أما قدرتها الفعلية كيف نحسبها؟ يمكن حساب قدرتها الفعلية كما يلي: E تساوي P في تي، شفناها في الأعلى. إذا رجعت للأعلى غتلقى ذاك المربع أو العلاقة المكتوبة بالأصفر في وسط مستطيل بالأصفر، E تساوي P في T. إذا نحسب القدرة P الفعلية، إذا E تساوي P في T، إذا P تساوي E على T. E كم تساوي؟ أنت حسب زيها مقسومة على T. T هي مدة التشغيل، هي 15 دقيقة، نحولها إلى الثانية نضربها في 60، ثم نقوم بعملية القسمة وسنقارن القيمة التي وجدنا مع 400 واط المسجلة على الجهاز، إذا كانت تقايسها يعني أنها متساويتين. جميل، الآن نمر إلى شيء آخر مهم، وهو الطاقة المستهلكة من طرف جهاز التسخين. إذا هذه التجربة، على ماذا تحتوي هذه التجربة وما هو دور كل عنصر؟ جميل، إذا عداد الطاقة لحساب الطاقة المستهلكة، مزيان، 220 فولت الموجود على اليسار فهو منبع أو مأخذ تيار كهربائي، وقيمة توتره بين قيمة توتره هي 220 فولت، مزيان. إذا A الموجودة داخل دائرة قلنا هو جهاز أمبيرمتر، مزيان، كم يسجل هذا الأمبيرمتر عند استعماله؟ E تساوي 2.65 أمبير، جميل. إذا توتر أو V اللي هي الفولت متر سجل 220 فولت. إذا جهاز تسخين بداخله الماء الذي سيقوم بتسخينه، وسيسخنه باستعمال مفعول جول. من بعد سنعرف أن مفعول جول هو عند مرور تيار كهربائي في سلك
ذا مقاومة معينة يزداد درجة حرارته، وبالتالي هذا المفعول يسمى مفعول جول. إذا جدول القياس، إذا سنقيس ماذا؟ إذا عداد طاقة لقياس الطاقة، والفولت متر والأمبير متر لقياس ماذا؟ لقياس التوتر وشدة التيار، لقياس التوتر وشدة التيار. إذا وجدنا التوتر وشدة القياس وشدة التيار سنحسب ماذا؟ يمكن حساب القدرة الكهربائية. مزيان. ثم إذا كانت لدينا مدة التشغيل، إذا سيمكن حساب الطاقة الكهربائية وعداد كهربائي هو يمكن يعطينا الطاقة الكهربائية، ومن بعد ذلك نقارن بينهما. مزيان. إذا هذا الجدول في الأعلى المدة الزمنية تي اش، أي مدة التشغيل. أحيانا في البداية سنشغله لمدة صفر، فصير صفر 1666 ساعة، زمارة ما كاملاش ساعة، صفر فاصلة 8333 حتى هي ساعة، و 0.125 حتى هي ساعة. عدد دورات قرص العداد، في الأول كيدور 5، في الثاني كيدور 25، في الثالث كيدور 38. الطاقة المستهلكة، شكون اللي غادي يحسب لنا الطاقة المستهلكة هنا؟ إذا الطاقة المستهلكة عندنا سي في او كتساوي ان، هذا جواب خاطئ. اذا هنا فقط الكتابه ما مكتوبهش مزيان، خصنا نكتبوا او تساوي ان في سي. مزيان. اذا او تساوي ان في سي، شحال لقينا؟ لقينا 10. كيف درنا لهذا الحساب هذا؟ اذا اولا عندنا عدد دورات قرص العداد، ولدينا ثابته العداد اللي هي 2 والساعه، وراه مكتوبه على ثابته العداد في التجربه. مزيان. ثم 50، ثم من بعد لقينا 76. اما حساب الجداء تي في اي في او، تي في او في اي، اذا هذا شنو هو؟ هذا هو حساب الطاقه المستهلكه باستعمال العلاقه او تساوي بي في تي، و بي هي او في اي، وعوضناها ولقينا بان او كتساوي اي في اي في تي، ولقينا نلاحظ باننا نجد نفس الاعداد تقريبا، نفس الارقام. اذا سنستنتج بان الطاقه الكهربائيه المستهلكه من طرف جهاز التسخين او تساوي او في اي في تي، او سنحسب بان او تساوي ار في اي اس 2 في تي. كيفاش لقينا هذه العلاقه؟ العمليه بسيطه جدا، وهي الى خدينا العلاقة الأولى اللي فوق الأولى، عندنا أو كتساوي أو في إي في تي. أو شنو هي أو؟ توتر. كيف نحسب التوتر في موصل أومي؟ في موصل أومي، موصل أومي الذي له مقاومة ريزيستونس R. إذا درنا بأن أو تساوي R في إي. إذا تم تعويض أو ب R في إي، سيصبح لدينا 2 من U من E. إذا العلاقة أو الجواب سيصبح E تساوي R في E في E في T، وبالتالي ستصبح E تساوي R في E أس 2 في T، و T من طبيعة الحال هي مدة التشغيل، و E أس 2 هي شدة التيار مضروبة أس 2 يعني مضروبة في نفسها، ثم R هي المقاومة التي وحدتها الأوم، ثم بذلك نحصل على الطاقة الكهربائية. وشكرا لكم، ونتمنى